رئيس مجلس اداره شركه بريزنتيشن سبورتس. النهارده كان في احد الاصدقاء او احد المشجعين الاهلاويه احمد، اسمه احمد يعني، وهو يعني كان عايز يخش الماتش ومعهوش تذكره. يعني قريت بوست كده لزميلنا وصديقنا احمد عويس. احمد عويس الحقيقه عمل بوست الحقيقه واستجاب المهندس سيف الوزيري على طول. المهندس سيف استجاب لهذا الامر. المهندس سيف موجود مع احمد ودخل اتفرج على المباراه. شكرا جزيلا للمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه بريزنتيشن سبورتس اللي دايما بيبقى متواجد الحقيقه. اي حاجه بتتكلم فيها مع المهندس سيف الوزيري فيما يخص لا شخصية مرنة على فكرة وتاريخ طويل طبعا في العمل الاستثمار الرياضي ويعني نقدر نتكلم فيه. فأنا عاوز أقول لك إنه أكيد من بعد الساعة اللي خلاص هنكتب فيها دي هتشوف حاجة تانية بكرة الصبح.